في الواقع السعودية لم تفوت الفرصة. في الماضي كان هنالك نوع من حينما تفاجئ مجتمع بثروة كبيرة ولديك احتياجات محلية كبيرة وعديدة كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية طاقتها الاستيعابية للاقتصاد السعودي أكبر بكثير من بقية دول مجلس التعاون، ولذلك كان التخوف أن هذه الفوائض نحتاجها لتمويل التنمية محليا. لكن حينما زادت هذه الفوائض ووصلت الآن في حدود 650 بليون دولار، أي في حدود 2.4 تريليون ريال، دعت الحاجة الآن والحاجة ماسة الآن إلى إنشاء صندوق سيادي. وهنالك اقتناع تدريجي من ولاة الأمر ومختلف المؤسسات بما في ذلك مجلس الشورى الذي ناقش الأسبوع الماضي كيفية البدء بتأسيس صندوق سيادي. الحاجة واضحة تماما الآن أن المملكة العربية السعودية لابد أن تلحق بالركب، وأنه لا يمكن الإبقاء على الأموال أو على الاحتياطيات على هيئة ودائع، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة وكما هو معروف للجميع ويستشهد الاقتصاديين تعاني من ما يسمى بالفيسكال كليف، الفجوة أو الانهيار المالي المحتمل. نرجو أن لا يحدث هذا، لكن لو حدث تكون هنالك أضرار كبيرة ليس على المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما على كثير من الدول التي تحتفظ باستثماراتها في الولايات المتحدة. فالصندوق السيادي يضمن التنويع في الاستثمارات، يضمن أن هنالك استقلالية تامة، يضمن أن السحب من هذا الصندوق لا يتم بصورة تلقائية، يضمن أن وزارة المالية ومؤسسة النقد ليس لها دخل بهذا الصندوق، الصندوق هذا لابد أن يرتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى ويحقق له استقلاليته والشفافية المطلقة. ولنا أمثلة، صندوق النرويج على سبيل المثال، النرويج بدأت ب 150 مليار دولار، اليوم الصندوق النرويجي قيمته تربو عن 600 مليار دولار نتيجة للاستثمارات المنتظمة. المملكة العربية السعودية لو وضعت احتياطاتها الآن في هذا الصندوق وحققت لا نقول 7% 5%، فإن العائد السنوي للمملكة العربية السعودية لن يقل عن 200 مليار ريال، وهذا مبلغ كبير وليس مبلغ بسيط. فأنا أتصور أن nothing is too late كما يقال، الفرصة لا زالت متاحة، وهناك اقتناع من ولاة الأمر ولله الحمد، وهنالك رأي عام يؤيد هذه الفكرة. في تخوفات طبعا، والتخوفات قائمة من المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمارات، التخوفات من عدم الشفافية، لكن لو تم توفير كل هذه الضمانات، وهنالك تخوف من تكرار تجربة الكويت. أنا أعتبر تجربة الكويت تجربة استثنائية التي حدثت أيام حرب الخليج، ولا أعتقد أنها تتكرر. والكويت فعلا الآن بدأت يتضح أن استثماراتها تحقق عائدات كبيرة جدا بعد الانتكاسة البسيطة المؤقتة التي مرت بها، ولا يمكن اعتبار هذه التجربة هي معيار للتردد نحو إنشاء صندوق سيادي